بدأت مؤخراً فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته 65 بمشاركة الفيلم المصري بعض الموقع، وهو للمخرج يسري نصر الله الذي ينافس في المسابقة الرسمية على الصحفة الذهبية. ويبدأ المهرجان الذي اتخذ من ملصق أسطورة السينما العالمية الراحلة مارلين مونرو شعاراً له بعرض الفيلم الأمريكي مملكة طلوع القمر، وهو من إخراج ويس أندرسون، والذي يشترك في مسابقة الأفلام الطويلة مع 21 فيلماً اختارتها إدارة المهرجان الذي يرأسه جيل جاكوب ويدير تيري فيرمو.